هل كلام موسى عليه السلام أثر؟ نعم أثر. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. النجوى اللي هو الحديث الذي حديث سري، حديث بين الناس بحيث لا يسمعهم الآخرون. فلما قال لهم موسى عليه السلام ذلك ونصحهم وتوعدهم بعدم الكذب على الله يعذبهم الله سبحانه وتعالى، فتنازعوا أمرهم بينهم، ابتعدوا حتى لا يسمع فرعون أو جنود فرعون أو أحد من الملأ. بعضهم تنازعوا الأمر بينهم، فبعضهم قال إن هذا الكلام ليس من كلام السحرة، السحرة لا يقولون هذا، والأكثر منهم قالوا إن هذا من السحر، إن هذا ساحر ومتمكن من السحر، فالصوت العالي غطى على أصحاب الصوت الآخر، لكن الكلام أثر.